طيب تعالوا نروح مرة أخرى لملعب مباراة وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع أحد نجوم المباراة ياسر إبراهيم. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن، تحياتي ليك وكل ضيوفك وكل جمهور نادي الاهلي في كل مكان. معايا دلوقتي واحد من الرجاله اللي اتحملت عبء الماتش، يعني 90 دقيقه كانوا صعبين جدا، ضغط جماهيري، لكن لعيبه النادي الاهلي قد كل دوت وكنت عند الميعاد. اعتقد لو في توفيق كمان كنا كسبنا هنا، كنا كسبنا يعني بجمله اهداف هناك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي، ببارك للعيبه الرجاله ديت، الحمد لله على النهارده على التعادل والتاهل. قدرنا ان احنا نبقى رجاله مع بعض وكنا في الملعب الحمد لله، واللعيبه كلها كانت على قلب رجل واحد. اتكلمنا مع بعض قبل الماتش كلنا رجاله، مش محدش خاف من الجمهور، احنا لعبنا في اجواء اصعب من دي واسوء من دي، فتحطنا في مواقف كتير. هو ده لعيبه النادي الاهلي، تظهر في 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 اصعب الاوقات وفي اشد الاوقات بنلاقي بعض كلنا لعيبه رجاله. طبعا بقول الحمد لله طبعا على الصعود، وببارك لهم مره ثانيه، وببارك لجمهور النادي الاهلي والاداره والعمال والجهاز الاداري والطبي وكلهم. الحمد لله ربنا رجعنا مجبورين الخاطر، يعني الحمد لله. المباراه في الملعب، احنا كلنا شفنا المباراه من بركه، انتوا اللي كنتوا جوه الملعب المباراه، يعني احكي لنا على المباراه كده، وكنت عايشها زي النار. مركزين كلنا مع بعض، دايما اتكلمنا مع بعض، اتفقنا ان احنا مش هنسمع بعض من الجمهور، فلازم دايما عينينا على بعض وكل واحد يشوف هو واقف صح ولا لا. دايما بنحاول نبص لبعض دايما طول ما احنا واقفين في الملعب الحمد لله. واديك شفت الحمد لله كنا ممكن نطلع كسبانين، بس ربنا ما اردش الحمد لله. كان في 50 او 45 الف متفرج في الملعب، لكن في اكتر من 100 مليون اهلاوي، كانش في احد فيهم شاكك ولو 1% انكم مش هتكسبوا او هتتاهلوا وترجعوا ببطاقه صعود للقاهره. طبعا هو ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما دعم لينا ودايما في ظهرنا، واحنا قبل ما ننزل الماتش اتفقنا مع بعض كلنا وكابتن سيد، يا جماعه وفي 45 الف متفرج، بس في 100 مليون مستنينا ان شاء الله، دول في ظهرنا ودايما دول لو كانوا يقدروا يجوا ورانا كانوا جم، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نفرحهم، وعقبال ان شاء الله ما نجيب البطوله باذن الله تبقى في الجزيره ان شاء الله. شكرا ياسر، ودايما موافق باذن الله. كابتن ايمن، دخل لقاءنا مع ياسر ابراهيم، واحد من نجوم النادي الاهلي، مكملين ومزيد من اللقاءات ومزيد من نجوم النادي الاهلي. كلمه كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق.